بقى نروح لوزارة الداخلية. والحقيقة من المجهودات اللي بتقوم بها وزارة الداخلية إحباط محاولة ترويج 1480 تربة لمخدر الحشيش بمطروح. ده اللي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، نشرت فيديو لنجاح الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة ترويج 1480 تربة لمخدر الحشيش بمطروح. وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الحقيقة قد راقبت تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة جدا وترويجه على عملائه واتخاذ أفراد من التشكيل، يعني تشكيل من محافظة مطروح علشان يعرفوا يزاولوا نشاطهم الإجرامي. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. في صحراء مصر الغربية، ضربات متتالية لتجار المواد المخدرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لما لها من أثار ضارة على الفرد والمجتمع. متابعة ورصد لتشكيلات عصابية تخصصت في جلب وتهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من محافظة مطروح مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي ليتم ضبط الجناة، وبحوزتهم نحو 1480 تربة لمخدر الحشيش، 500 قرص مخدر لعقار التامول، عدد 2 بندقية خرطوش، 73 خرطوش عيار 12 ملي، فضلا عن مبالغ مالية. ده كان الفيديو الخاص بوزارة الداخلية من إحباط هذه المحاولة اللي كانت الحقيقة، يعني من احنا كنا يمكن قبلها بنتكلم عن مكافحة الإدمان والتوعية بمخاطر الإدمان. شكرا جزيلا طبعا لوزارة الداخلية، وشكرا لكل من يقوم بواجبه نحو هذا الوطن. تعالوا نروح